السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباء التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة ما الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اليوم سوف ننجي صفحة 46 لكتاب مفيد في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي لنبدأ على بركة الله درس اليوم هو ضرب الأعداد العشرية ملتبليكاسيون دي نومبر إذا لنبحث جميعا توصل مدير مدرسة بفاتورة الكتب التي قام بشرائها نكمل ملء الفاتورة بعد إنجاز العمليات في الدفتر إذا لاحظوا هذه الفاتورة تتكون من العناوين إذا اشترى كراسة الرياضيات كتاب القراءة كراسة النشاط العلمي إذا العدد خمسة وثلاثون كتاب من الرياضيات أو كراسة للرياضيات أربعة وعشرون كتاب القراءة وخمسة وعشرون كراسة نشاط العلمي إذا ثمن الوحدة إذا عشرة دراهم فاصلة ثمانون بالنسبة للقراءة أربعة عشر درهما فاصلة عشرون وبالنسبة لكراسة نشاط العلمي تسعة دراهم وأربعون سنتيم إذا سوف نبحث عن الثمن الكلي لخمسة وثلاثون كراسة الرياضيات إذا سوف نقوم بعملية الضرب كما تلاحظون لدي عدد صحيح ضرب عدد عشري إذا سوف أنجز هذه العملية إذا عندي عشرة إذن الأزرق عشرة فاصلة ثمانون في خمسة وثلاثة إذا لاحظوا لدي عدد عشري ضرب عدد صحيح إذا سوف أنجز العملية دون الاهتمام بهذه الفاصلة إذا سوف نترك الفاصلة إلى الآخر إذا لدي خمسة في صفر صفر خمسة في ثمانية أربعون خمسة في صفر صفر والأربعة أربعة خمسة في واحد خمسة ثلاثة في صفر صفر ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون ثلاثة في صفر صفر والاثنان اثنان ثلاثة في واحد ثلاثة صفر صفر ثمانية سبعة وثلاثة إذا الآن سوف أعود إلى العامل الأول العامل الأول لهذه العملية هو لفي الفاصلة، أما الأخر فهو عدد صحيح، إذا كم لدي من رقم يتواجد بعد الفاصلة؟ إذا رقمان، واحد، اثنان، إذا سوف أذهب إلى الخارج وأبدأ الحساب من اليمين، واحد، اثنان، وأضع الفاصلة، كما تلاحظون، واحد، اثنان، وأضع الفاصلة، عندي جوج الأرقام فقط في هذا العدد اللي من بعد الفاصلة، إذا نحسب جوج ونضع الفاصلة إذا جيت سهل إذا أنجز العملية دون الاهتمام في الأول بالفاصلة في الأخير عاد أضع الفاصلة إذا نمر إلى العملية الموالية كذلك عدد صحيح في ضرب عدد عشري إذا أربعة عشر فاصلة عشرون في أربعة وعشرون أربعة في صفر صفر أربعة في اثنان ثمانية أربعة في أربعة ستة عشر أربعة في واحد أربعة والواحد خمسة اثنان في صفر صفر اثنان في اثنان اربعه اثنان في اربعه ثمانيه واثنان في واحد اثنان اثنان اذا صفر ثمانيه عشره اربعه عشر وثلاثة الان اعود الى العامل الاول اللي في فيه جزء الارقام بعد الفاصله اذا ابدا من اليمين واحد اثنان واضع الفاصله اذا هنا سوف اكتب في هذه الفاتوره العمليه الاولى 378 جواب 378 درهما اذا العمليه الثانيه 340 درهما فاصله 80 340 فاصله 80 اذا العمليه المواليه خمسة وعشرون ضرب تسعة فاصلة أربعون تسعة فاصلة أربعون في خمسة وعشرون خمسة في صفر صفر خمسة في أربعة عشرون خمسة في تسعة خمسة وأربعون 2 سبعة وأربعون اثنان في صفر صفر اثنان في أربعة ثمانية واثنان في تسعة ثمانية عشر صفر صفر خمسة عشر عشر ثلاثة عشر واثنان اعود الى العوامل ديال هذا الجداء العامل الاول فيه جوج الارقام بعد الفاصله ابدا واحد اثنان واضع الفاصله والجواب مئتان وخمسه وثلاثه مئتان وخمسه وثلاثه اذا الان شو طلبوا مني يطلبوا مني المجموع اذا سوف ابحث عن المجموع اذا أكتب العملية ثلاثمائة وثمانية وسبعون زائد ماذا؟ زائد ثلاثمائة وأربعون فاصلة ثمانون إذا ثمانية وحدات والصفر هنا وحدات عشرات ومئات دي أعشار أجزاء المئة إذا أضع الثمانية ولا أضع الصفر تحت الثمانية أربعة تحت السبعة لي عشرات وأضع ثلاثة تحت الثلاثة فاصلة ثمانون إذا عندي مئتان وخمسة وثلاثون خمسة هي الوحدات أضع الخمسة تحت الوحدات ثلاثة واثنان إذا لاحظوا أتمم ب... عندي الأرقام بعد الفاصلة أتمم بالأصفار إذا صفر ثمانية فاصلة عندي ثلاثة عشر ثمانية و أربعة عشر والسبعة أربعة عشر نعم أربعة عشر آه عفوا نعم أربعة عشر سبعة وسبعة أربعة عشر إذا هنا عندي عشرة والخمسة خمسة عشر وليس أربعة عشر نولد خمسة عشر وعندي تسعة نعم تسعة نعم صحيح إذا تسعمائة وثلاثة وخمسون فاصلة ثمان إذا هنا أكتب في المجموع تسعمائة وثلاثة وخمسون فاصلة ثمان إذا هنا قاعدتونا واحد تخفيض ديال عشرة بالمئة إذا عندهم واحد تخفيض غادي نديرو عشرة بالمئة يعني غادي نضربو هذا العدد في عشرة ونقسموه على مئة اذا هذا العدد الى ضربته انا في عشرة اذا سوف ازيح الفاصلة بدرجة واحدة الى اين الى اليمين ضرب في عشرة ونقسمه على مئة اذا هنا في عشرة قسمة مئة اذا سوف ازيح الفاصلة الى اليمين برتبة واحدة إذا تسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون هو الجواب فاصلة صفر نعم إذا قسمة مئة إذا مئة قسمة على مئة شحال تعطيني الجواب وخمسة خمسة وتسعون فاصلة ثمانية وتلاتون خمسة وتسعون فاصلة ثمانية وثلاثون هذا هو التخفيض اللي عطاونا اذا غادي نكتبو هنايا التخفيض 10% والجواب هو وتسعون فاصلة ثمانية وثلاثة إذا هنا طلبوا منا المبلغ الصافي المؤدى المبلغ الصافي يعني سوف أنجز عملية الطرح ديال تسعمئة وثلاثة وخمسون فاصلة ثمانون ونقص منا هذا التخفيض اللي لنا باش نشوفو المبلغ الذي سوف نؤدي او سوف يؤدي مدير هذه المدرسة اذا ممكن نوضع العملية هنا تسعمائة وثلاثة وخمسون فاصلة ثمانون ناقص خمسة وتسعون فاصلة ثمانية وثلاثة إذا عشرة ناقص ثمانية اثنان ثمانية ناقص أربعة أربعة ثلاثة عشر ناقص خمسة ثمانية وخمسة عشر ناقص عشرة خمسة تسعة ناقص واحد ثمانية والجواب هو وثمانية وخمسون فاصلة اثنان وأربعون درهما هذا هو المبلغ الصافي الذي سوف يؤديه مدير هذه المدرسة إذا ثمانمائة وثمانية وخمسون فاصلة اثنان وأربعون درهما بطبيعة الحال نتكلم هنا ب الدرهم طبعاً الحال اذا نمر الى تمرين اثنان انجز دون وضع العمليات اذا لاحظوا لدي اربعة عشر فاصلة مئة وخمسة في مئة اذا هنا في مئة ميكن كنضرب واحد عدد عشري في مئة ولا في عشرة في مئة وفي او في الف أزيح الفاصلة إلى أين في هذا الاتجاه إلى اليمين أزيح الفاصلة في هذا الاتجاه إلى اليمين هنا لدي في مئة يعني جوج الأصفر عندي هنا إذا سوف أزيحها برتبتين يعني من هنا أن سوف أزيحها إلى هذا المكان وبعد ذلك أزيحها إلى هذا المكان يعني جوج الأرقام ندوزها جزء الأرقام وأضعها إذا هنا ألف وأربعمائة وثلاثون فاصلة خمسة لاحظوا أنا حركت هذه الفاصلة بجوج الأرقام الرقم الأول الرقم الثاني إذا نصيحة مني انتبهوا إلى الأصفار كم من صفر لدي أزيح الفاصلة بعدد الأصفار إذا شحال كان عندي صفر واحد في عشرة يعني في عشرة إذا غادي نزيحها برتبة واحدة إلى اليمين في هذا الاتجاه ندرت السهم ديال الاتجاه ديال السهم إذا لحظه لدي سبعة فاصلة صفر تلاتة وتلاتون إذا أنا عندي في كم في ألف ألف شحال عند هاد الأصفار ألف تلاتة الأصفار دل إذا هاد تلاتة الأصفار دل هي لي بها الفاصلة بواحد جوج تلاتة إذا غنحز نهز الفاصلة من هذا المكان نجيبها هنا ونجيبه هنا ونجيبها هنا إذا سبعة أنا جبتها ثلاثه وحده اذا هي نورمالمون جاتني هنا فاصله صفر اذا فاصله واحد العدد فاصله صفر نفس العدد اذا الجواب هو هذا العدد هذا العدد هو يساوي سبعة آلاف وثلاثة وثلاثة لأن يعني هذا العدد يساوي هذا العدد إذا لدي تسعة وخمسون فاصلة سبعة وأربعون في عشرة إذا أزيحها برتبة واحدة إلى اليمين شحال يرجع الجواب وخمسمائة وأربعة وتسعون فاصلة سبعة جد سهل نحفظ غير الاتجاه ديال الفاصلة إلى أين في هذا الاتجاه إذا نمر إلى تمرين اثنان أنجز أحمد عمليات الضرب التالية لكنه نسي الفواصل أضع الفواصل في مكانها المناسب إذا شنو قلنا عندما ننجز هذه العملية في الأخير كنحسب عدد الأرقام المتواجدة بعد الفاصلة إذا لاحظوا هنا يعني عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة إذا عندي ديال الأرقام بعد الفاصلة كندير الجمع كندير الجمع ديالهم إذا هنا غادي ندير من اليمين واحد اثنان ثلاثة اربعة واضع الفاصلة ما بين الصفر والخمسة اربعمائة وسبعة وتسعون هنا ما فيهاش الفاصلة في صفر فاصلة ثمانية وثمانون هنا شحال الارقام بعد الفاصلة جوج الارقام اذا المجموع هو جوج الارقام اذا غادي نحسب واحد اثنان واضع الفاصلة كنمر الى العمليه الاخيره عندي ستمائة وتسعة وثمانون فاصلة خمسة وسبعون في س... أربعة وسبعون فاصلة ستة إذن غندير المجموع واحد اثنان ثلاثة كنحسب المجموع ديال الأرقام المتواجدة بعد الفاصلة وأبدأ بالحساب من اليمين هنا عندي ثلاثة كنحسب واحد اثنان ثلاثة وأضع الفاصلة إذا أمر إلى تمرين ثلاثة ألاحظ ثم أقارن بوضع الرمزي المناسب إذا هنا عندي خمسة وعشرون فاصلة سبعة وثمانون في اثنا عشر فاصلة خمسة اثنا عشر فاصلة خمسة في خمسة وعشرون فاصلة سبعة وثمانون إذا هنا لدي نفس الأعداد العشرية إذا شنو اللي صغير هنا هو ترتيب العاملين العامل الاول هنا كان العامل الاول رجع هنا عامل ثاني وكان هنا عامل ثاني رجع هنا عامل اول اذا كما تلاحظون لا يتغير الجداء اذا غيرنا ترتيب عامليه إذا رتبنا هاد العاملين غيرنا الرتبه ديالهم سواء كانت في الاول ولا في الثاني كنحصل على نفس الجواب اذا الرمز هو تساوي اذا هنا عندي التساوي وخا ننجز هذه العمليات غلقة التساوي هنا قالوا لنا فقط الاحظ ما قالوا لناش انجز الاحظ واقارن اذا عندي نفس الاعداد اذا غيكون نفس الجواب اذا انا 7.5 في 3.4 في 2.3 اذا لاحظوا نفس الاعداد هنا 7.4 اه هنا تغير العدد اذا انا كان 7.5 هنا بحد سبعة فاصلة أربعة هنا ثلاثة فاصلة أربعة مكان الأقواس لو خلونا هنا سبعة فاصلة يكون تساوي إذا بما أن عندي هنا سبعة فاصلة خمسة أكبر غيكون الجواب أكبر إذا غيكون الجواب هذه العملية الخارج ديالها غيكون أكبر من هذه العملية إذا هنا عندنا اثنان زائد أربعة فاصلة خمسة في ثلاثة فاصلة ثمانية هنا عندي اثنان فاصلة ستة في ثلاثة فاصلة ثمانية زائد أربعة فاصلة خمسة في ثلاثة فاصلة ثمانية إذا هنا ماذا ألاحظ بأن نحصل على نفس النتيجة إذا ممكن ننجز هذه العملية ولا أنتم في البيت إذا على الدفتر أو على ورقة غتلقاو نفس الخارج انا جزتها من قبل ولقيت نفس الخارج ديال سواء ديال هاد العملية او ديال هاد العملية اذا شنو غنقولو لا تتغير النتيجة في توزيعية الضرب بالنسبة للجمع لاحظوا التوزيعية ديال الضرب بالنسبة للجمع اذا هنا اثنان فاصلة ستة زائد اربعة فاصلة خمسة اذا هنا فقط دارو التوزيعية ديال الضرب بالنسبة للجمع لاحظوا هذه ثلاثة فاصلة ثمانية ولا اثنان فاصلة ستة في ثلاثة فاصلة ثمانية ضربها في الأول زاد عليها أربعة فاصلة خمسة في ثلاثة فاصلة ثمانية إذا هنا الجواب هو التساوي إذا هذا هو الرمز اللي يمكننا نضعه عندي مثل الأعداد نفس الأرقام إذا هنا كاين التساوي إذا نمر إلى تمرين أربعة أتأكد من صحة المتساوية التالية بوضع وإنجاز العمليتين في دفتري وأستنتج إذا هنا غادي نوضع هذه العمليتين عندي ستة فاصلة خمسة وأربعون في ثلاثة فاصلة سبعة إذا سبعة في خمسة خمسة وثلاثون سبعة في أربعة ثمانية وعشرون والثلاثة واحد والثلاثون سبعة في تسعة اثنان وأربعون والثلاثة خمسة وأربعون ثلاثة في خمسة خمسة عشر ثلاثة في أربعة اثنان عشر والواحد ثلاثة عشر ثلاثة في ستة ثمانية عشر والواحد تسعة عشر خمسة ستة ثمانية إذا ثلاثة عشر وإثنان نعود الى العاملين وكنحسب الارقام واحد اثنان ثلاثة دائما ما ننساش الفاصلة الفاصلة كتحسبلو العملية خطا لان العملية بالفاصلة ليست هي عدد صحيح اذا واحد جوج ثلاثة واحد اثنان ثلاثة واضع الفاصلة اذا لاحظوا ثلاثة وعشرون فاصلة وخمسة وستون ماشي هي ثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وستون إذا دائما ننتبه إلى الفاصلة ما في الأخير رجع إلى العاملين وأضع الفاصلة إذا نمر إلى العملية الموالية أحد عشر فاصلة واحد في اثنان فاصلة خمسة عشر خمسة في واحد خمسة خمسة وخمسة في واحد 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 اثنان 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 واثنان نعم اذا عندي خمسه سته ثمانيه آه، ثلاثه واثنان واحد جوج ثلاثه واحد اثنان ثلاثه واضع الفاصله ماذا تلاحظون لدي نفس الجواب اذا ماذا نستنتج نستنتج ان المتساويه صحيحه فقط اذا هنا المتساويه نستنتج ان المتساويه صحيحه نعم وهكذا نكون قد انهينا صفحه سته واربعون سوف نلتقي في صفحه سبعه واربعون الى اللقاء